سبحان الله. هذا عالم كبير محمد سليمان الجراح آصل الوالد سيد يوسف هاشم السيد أحمد رفاعي وزير نائب شرق الطريق رفع الصوفية بدولة الكويت، وهو ويوسف بن عيسى الجناعي وملا حمادة عبد العزيز حمادة وبن الجلاهمة وبن خميس وبن عابدين وعلي الجسار وعبد الله النوري، وذكروني بعد يوسف السوري يوسف أحمد جمال سيف الصابري أبو حسين المنصوري ملا جمعة فيروز منو بعد اللهم سيدنا محمد خليل إبراهيم، وايد كويتيين سبحان الله. اللهم سيدنا محمد وعلى آله عطية الأثري سبحان الله الفارسي محمد أحمد الفارسي ملا حسين التركيت، وايد الورد المختصر من كلام الله تعالى وكلام سيد بشر سيدنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد سليمان الجراح والله مكتبة الصحوة. المهم الوالد شاف الورقة ولا أنا يقول خاتمة في فضل الصبر على المصائب، الحمد لله على الضراء والسراء وكما مع السراء في ابتلاء بصيد الزاف، وقال تعالى ادعوني استجب لكم قال يا الذين امنوا اصبروا وصابروا لما يوفي. الوالد حط ببيته وما يلقاه الا الذين صبروا وما يلقاه الا ذو حظ عظيم، وقال تعالى ما يوفي الصابر اجرهم بغير حساب. قال علي رضي الله عنه كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزن الا الصابر فانه يحتى لهم حيث يا الله سبحان الله. قال تعالى من صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور. الانبياء قال تعسين بالصبر والصلاه تبلونكم حتى نعلم صابر منكم الصابر جاهد منكم الصابر. اخرج الترمذي غير يوم اهل العافيه يوم القيامه يعطاه للبلاء ثواب لو ان جرم كانت قرضت بالمقاريض. البخاري من يريد الله بخيرا يصب به ومن جعل خير في مال لا يرزق ولا في بدن لا يصاب. الله حتى يبلغه اياها البلاء. الوالد يقول كان درس ابو يعقوب رفاعي يقول حول المحنه الى منحه. ما قال الشيخ ما يسمى من نصب الا تعب ولا نصب الا مرض ولا حزن ولا عذر ولا غم الا شركه حتى شكر الا كفر بيام الخطايا. انتو سبحان الله شيخ المنوفيه شلون المصيبه؟ شو تقول فيها؟ شكرا سيدي. جابر صلى الله عليه وسلم قال كثر مقطع عند الله الاكل من غير جوع. الاكل من غير جوع في ناس الله يا اختي ندى شاعره يقول ونادي اذا ما قمت في الليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي اليه كفت فقرك تضرعا بقلب منيب وادعو تعطى وتسعدي. وقال هذا منه ابن امام ابن عبد القوي قصيده علام الامير الصنعاني اليمن فلا ترجو الا الله في كل حادث فالق اليه بث شكواك تحمدي له الملك في الاكوان ولو بمؤازر ولا بنصير في الدماغ لمعتدي. الله قريب ولكن بالذنوب تباعدت مسائلنا عن روض احسانه الندي. اختي ندى الشاعر تربيه الدولة الله في الخاتمه غالبا في الخاتمه المختصر شعر علامه البتوشي رحمه الله. البتوشي من اهل مصر ايات العلاج والسكران وهاي كتب منه صدر. اي والله كلهم سلامه جبور وغيرهم اصدقاء الوالد فرج.